فهذا هرقل عظيم الروم يطرح كثيرا من الاسئله عن النبي صلى الله عليه وسلم على ابي سفيان لينتهي به المطاف بصدق دعوه محمد قائلا لو كنت عنده لغسلت عن قدمه اما النجاشي ملك الحبشه فقد اخضل بكاه لحيته عندما سمع بعض ما جاء به محمد قائلا ان هذا الكلام والذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكات واحده يقول المفكر الفرنسي لامارتين محمد هو النبي الفيلسوف الخطيب المشرع المحارب قاهر الاهواء وبالنظر لكل مقاييس العظمه البشريه اود ان اتساءل هل هناك من هو اعظم من النبي محمد اما الاديب الانجليزي شهير برنارد شو فيقول ان العالم احوج ما يكون الى رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي لو تولى امر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر اليها اما مايكل هارت فيقول ان اختياري محمدا ليكون الاول في اهم واعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح اعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي الزعيم الهندي المهاتما غاندي الذي يقول بعد انتهائي من قراءه الجزء الثاني من حياه الرسول محمد وجدت نفسي بحاجه للتعرف اكثر على حياته العظيمه انه يملك بلا منازع قلوب ملايين البشر اما الكاتب الانجليزي توماس كارلايل فيقول اني لا احب محمدا لبراءه طبعه من الرياء والتصنع انه يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم واكاسرة العجم يرشدهم الى ما يجب عليهم لهذه الحياة الدنيا والحياة الاخرة. اما الاديب البريطاني جورج ويلز فيرى في محمد صلى الله عليه وسلم اعظم من اقام دولة للعدل والتسامح. أما الباحث الإنجليزي لايتنرز فيقول: إني لأجهر برجائي بمجيء اليوم الذي يحترم فيه النصارى المسيح عليه السلام احترامًا عظيمًا باحترامهم محمدًا، ولا ريب في أن المسيحي المعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي جاء به هو المسيحي الصادق. ويرى الاديب الروسي شهير تولستوي ان شريعه محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمه ويقول المستشرق ميشون ان الاسلام الذي امر بالجهاد قد تسامح مع اتباع الاديان الاخرى وبفضل تعاليم محمد لم يمس عمر بن الخطاب المسيحيين بسوء حين فتح القدس ويقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون ان محمدا هو اعظم رجال التاريخ اما مؤلف موسوعه قصه الحضاره والديورانت فيقول اذا ما حكمنا على العظمه بما كان للعظيم من اثر في الناس قلنا ان محمدا هو اعظم عظماء التاريخ وصدق الله العظيم اذ يقول وانك لعلى خلق عظيم